نظمت المؤسسة العمومية الاستشفائية الجرماني محمد حملة للتبرع بالدم بعد الإفطار، حيث شهدت إقبالا كبيرا من طرف المواطنين ومن كلا الجنسين. نظمت المؤسسة الاستشفائية هذه الحملة في الشهر المبارك، قدمنا اليوم عما يزيد عن 30 متبرع من جميع الزمر الدموية، وما زال العملية متواصلة، وإن شاء الله سيكون كاين إقبال منا على الأيام القادمة، خاصة في 26 في آخر 10 أواخر من هذا الشهر. عملية برنامج وحدة حق الدم لشهر رمضان، نظمنا اليوم حملة للتبرع بالدم كانت ناجحة، كان إقبال كبير من طرف المتبرعين، والحمد لله جميع الزمر كانت حاضرة، ونشكر جميع المتبرعين ونشكر الطاقم الطبي والشبه الطبي والقائمين على إنجاح هذه العملية، والله لا يضيع أجر المحسنين. بمناسبة شهر رمضان المعظم، ارتأت إدارة المؤسسة العمومية الاستشفائية تنظيم حملة تبرع بالدم لفائدة بنك الدم للمؤسسة العمومية، وهذا ما أدى إلى استجابة مقبولة من المواطنين والمواطنات والذين قاموا بالتبرع بغية استفادة المرضى من هذه العملية. نشكر كل المساهمين والمساهمات المواطنين والمواطنات الذين أقبلوا طواعية إلى مخبر المؤسسة العمومية للتبرع. هذه الحملة استحسنها المواطنون، خاصة وأن المؤسسة تستقبل العشرات من المرضى، وحاجة بنك الدم إلى كل الزمر الدموية. بمناسبة حملة التبرع بالدم، ننبه النداء لهذه الحملة امتثالا لقول الله تبارك وتعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، خاصة نحن في هذا الشهر الفاضل الذي تتضاعف فيه الأعمال والأجر إن شاء الله. أنا ويا الخير في سبيل الله وجاي نساهموا في هذا الأمر يكتب المكتوب، إن شاء الله على كل حال نكون في خير. لا، جينا تبرعوا لي من الدم للسبيطار للمرضى، ونشكر لدار الطاقم الطبي وفي سبيل الله إن شاء الله، والله يجعل إن شاء الله الشفاء للمرضى إن شاء الله.